السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة. موضوعنا لهذا اليوم الوسطية، هذا المصطلح الذي انتشر مؤخرا كثيرا، فهل هو من صلب الإسلام أم أنه ردة فعل للسلوك الغلو والانحراف الذي ينتشر في الآونة الأخيرة؟ ويسرنا لمناقشة هذا الموضوع أن نستضيف الدكتور عماد الدين خيتي، عضو الأمانة العامة في المجلس الإسلامي السوري. مرحبا بكم دكتور حياكم الله اهلا وسهلا يعني لو اردنا دكتور ان نعرف ما معنى الوسطيه فعلا يعني كثير الان وسائل الاعلام ذكر المصطلح الوسطيه الوسطيه ما معناه بالضبط؟ يعني اذا رجعنا الى المعنى اللغوي والمصطلح العام الذي يعنيه عامه الناس م -م. الوسط هو الشيء الذي يكون بين الطرفين م -م. هذا اكثر ما يتداوله الناس م -م. كذلك يطلق كلمه الوسط على يعني افضل الشيء وخيره واحسنه فعندما نقول دين الاسلام دين الوسطيه معناه ان دين الاسلام او المسلمون والشريعه الاسلاميه هي افضل الاديان واعدلها وخيرها ولذلك كانت الشريعه الاسلاميه وكان المسلمون امه وسط كما وصفهم الله عز وجل تكون متوسطة تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة الإسلامية هي أفضل الأمم ودينها هو أفضل الأديان لذلك ستكون يوم القيامة هي الشاهدة على بقية الأمم عند الله عز وجل بتبليغ الدين وإبلاغ الرسالات كذلك الدين الإسلامي هو دين وسط بين الأديان الأخرى فليس فيه تفريط وليس فيه تميع وليس فيه تشدد ولا غلو بل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة هذا هو معنى الوسطية في الإسلام بشكل عام ما شاء الله طيب دكتور يعني الآن الخطاب الديني مختلف ويوجد الإنسان يعني يتعرض للفضائيات يتعرض لمواقع الإنترنت تنشر معاني وافكار عن الدين يسمع من خطباء، كيف نميز ان هذا خطاب غالي وهذا خطاب متساهل وهذا خطاب يعني ما هو الضابط؟ نعم بالضبط. يعني القضيه التي طرحتها هي قضيه في غايه الاهميه، لانه قد اختلف انا واياك، انا اقول عنك متشدد مثلا وانت تقول عني انني متراخي. نعم وهذا آه موجود على الساحه كثيرا. نعم حتى نخرج من آه من هذه القضيه ونضبطها ولا يكون المعيار انا ولا انت نعم. ولا الثالث ولا الرابع، م -م. نحن معيارنا هو الشرع. مم. ما ورد في الكتاب والسنة فهو الدين الحق مم. ما نهى عنه من غلو أو من تفريط فهذا هو يعني خارج لكن الوسطية دكتور الكل يدعي ذلك كله يستشهد بالكتاب والسنة نعم الضابط في هذه المسألة هو الرجوع لأهل العلم مم. فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون بفهم أهل العلم مم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آه العلماء ورثة الأنبياء ننظر أين سار العلماء؟ أين أفتوا؟ أين وضحوا؟ أين بينوا؟ ماذا قالوا في هذه النوازل في هذه المدلهمات الأحداث؟ يعني حتى دكتور الكل يستشهد قال شيخ الإسلام قال فلان كل الأطراف عندها حتى يعني رجوع لعلماء نعم الاستشهاد بكلام السابقين وكلام الأموات أي شخص يأتي ويستطيع أن يقتطع كلاما يجتزئ، يقولهم ما لم يقل، فلا يستطيع أحد أن يرد. المقصود بالرجوع لأهل العلم، أهل العلم الموجودون بيننا. نحن الآن ننظر مثلا ما يتعلق بالغلو والموجه الحاليه التي ظهرت. ننظر أهل العلم أين هم؟ مثلا في المجلس الإسلامي، في بقيه الهيئات الشرعيه التابعه لتنظيمات مثلا مسلحة للفصائل، للمحاكم الشرعيه، الهيئات الشرعيه في الداخل السوري وفي الخارج. حتى المنظمات الاسلاميه غير السوريه، نعم. اين كان موقفهم من موجه الغلو هذه في سوريا؟ وهي الان يمثل يعني ابشع صورها تنظيم الدوله نعم. داعش. نجد ان علماء المسلمين كلهم في جهه وهذا التنظيم في جهه. سبحان الله يعني الاقتداء هو والمعرفه بسؤال اهل العلم الموجودين بيننا ويعني معرفه رايهم ومعرفه فتاواهم في هذه. اما قضيه الرجوع للكتب القديمه و الاقتطاع منها وكذا كما تفضلت كل يجيد التلبيس فيها، بل التلبيس حتى يكون في الآيات والأحاديث، انه يأتي بآيه او يأتي بحديث ويقول مثلا المسأله الغاليه او يستدل على على يعني منكر من منكراته ثم يقول قال الله تعالى، يستطيع ان يقولها، لكن من الذي يحكم على هذا القول او هذا الفعل او هذا الاستشهاد بالصحه او بالخطأ؟ هم أهل العلم. ولذلك الله عز وجل أخذ ميثاق أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فإذا يعني احتار إنسان في مسألة وخاصة في هذه المسائل النوازل التي يختلف فيها الناس أو قد تشوش على عامة الناس فإنه ينظر أين أهل العلم وأين فتاواهم وأين مواقفهم مواقفهم ثم بعد ذلك يأخذ به فإنه الحق إن شاء الله تعالى جميل دكتور كمسلم بسيط عامي يعني بغض النظر عن موضوع داعش وهذه وفعلا اغلب العلماء او كل جمهور العلماء يقف ضدهم هذا امر اظن اصبح واضحا. في السلوك اليومي العادي يعني نسمع مثلا هذه فتاوى متساهله، هذه فتاوى متشدده، انا كمسلم بسيط عادي اريد ان اخذ ديني، ما هو الضابط؟ الى من ارجع حتى اخذ الوسطيه الاسلام؟ نعم. ما عليه جمهور اهل العلم؟ ما عليه عامتهم؟ ما عليه غالبهم، هذا هو بالنسبه لي انا اذا كنت انسانا يعني عاميا غير لست طالب علم ولا مجتهد ولا غير ذلك، فاني من يعني من اهل العلم ممن اثق بخلقه وعلمه ودينه ويعني اتوقع ان تكون يعني فتاواه هي الفتاوى الاقرب للصحه والاقرب للاعتدال، فاني اخذ بها واعمل بها، سواء كان لشخص مثلا او لي جهه او لهيئه او تجمع اسلامي فلا اشكال في ذلك مم. دكتور عندنا يعني كمقياس لمعرفه الوسطيه مقياس دقيق المقياس الدقيق كما ذكرت قبل قليل لا هو هو يعني الالتزام بالكتاب والسنه بفهم اهل العلم وفتاواهم هذا هو المقياس جميل جميل دكتور طيب نلاحظ الان كل وسائل الاعلام تقول التطرف الاسلامي، الغلو الاسلامي، لماذا يلصق كل شيء بالاسلام بالمسلمين؟ مع انه هناك تطرف وهناك غلو عند كل الامم. نعم، يعني الغلو في الدين والخروج عن الوسطيه هي بدات منذ منذ وجود البشريه على سطح الارض وليست خاصة بالمسلمين من بداية البشرية من بداية البشرية يعني حتى أنه أول يعني شرك وقع على سطح الأرض هو بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين في كان في قوم نوح فقضية الانحراف وحتى ظهر فيما ظهر في بني إسرائيل وغيرهم الغلو والخروج عن الاعتدال والخروج عن الوسطية هذا امر موجود في 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 التاريخ مه. سواء كان في الاديان او حتى في الامم آه المختلفه هذا كله موضوع تاريخي قديم نعم آه حتى في الوقت الحالي مه. لو جئنا مثلا للغلو الديني مثلا نجده عم. موجود في كل الاديان آه الغلو آه مثلا لنفرض مثلا نقول السياسي نجده في الدول السابقه الدول التي مارست الاستعمار السابق آه في القرن الماضي آه الغلو في في اي مساله من المسائل آه نجده موجود اما لماذا التركيز على الدين فهناك يعني محاوله لصناعه راي عام ان الغلو يساوي اهل السنه. الله اكبر. يعني ننظر مثلا الان الغلو الشيعي الموجود في ايران، مه. ما تفعله في سوريا، ما تفعله في اليمن، ما تفعله في البحرين، ما تفعله في كثير من الدول الاسلاميه. مه. معظم هذه المنظمات غير مصنفه ارهابيا في دول العالم الغربي. معظم هذه المنظمات لها مستشارين أو لها علاقات ولها اتصالات بمسؤولين غربيين مم. يسمح لها باستيراد السلاح يسمح لها بالعمل والتنقل ما بين إيران إلى العراق إلى سوريا من لبنان إلى سوريا فهذه يعني قضية سياسية يقصد منها تحجيم أهل السنة والضغط عليهم مؤامرة على أهل السنة ممكن أن نقول نعم نعم هي بالضبط ذلك يعني لأنه القضية يعني التحدي الوحيد الذي يمكن ان يتحدى المشروع الغربي بنظرهم هو المشروع الاسلامي السني لذلك لا يراد لهذا المشروع ان يقوم ومهما او اينما قام في في بعض الدول او في احدى الدول فالخيار الوحيد او الخيار في التعامل معه هو قمع هذا المشروع سواء كان بأيدي يعني حكام تلك المنطقة بتسليط مثلا جماعات طائفية عليه بإفشاله بانقلاب عسكري بأي طريقة من الطرق مهم أن لا يقوم المشروع السني قائما وأكبر دليل الاتفاق النووي الأمريكي الأخير يعني, يعني الشيطان الأكبر والشيطان الأكبر ثم بعد ذلك اتفاق والاتفاق هذا المقصود به محاصرة أهل السنة في الخليج وفي بلاد الشام والعراق سبحان دكتور يعني الآن الله اعلم يعني الفكر الغلو اكثره يعني يؤخى سببه ما ادري انتم تصححون الرجوع الى مواقع الانترنت التي تبث هذا الفكر فهل لعدم التتلمذ على العلماء الثقات واخذ الكتب يعني قراءه الكتب على العلماء الثقات والاعتماد على النفس بالرجوع لهذه المواقع المشبوهه وكذا اثر لانتشار الغلو؟ نعم آه هذا أثر كبير جدا ولعله الأثر الأكبر ولذلك كما يعني في سؤالك الجميل الذي سألته قبل قليل أنه كيف أعرف الوسطية الوسطية هي أخذ, الكت... أخذ العلم من الكتاب والسنة بفهم أهل العلم وفتاواهم آه أول ما يقوم به الغلات وال... يعني وفكر الغلو هو هدم هذا الجدار إزالة ما يتعلق بمرجعية أهل العلم مكانتهم اسقاطهم تخوين تبديع تفسيق تكفير ربما احيانا ثم بعد ذلك يصبح الشخص يعني من دون سلاح فاذا اصبح من دون سلاح فهو عرضه لاي معلومه خاطئه لاي توجيه خاطئ ويصبح هدف لهؤلاء فاذا يعني ازيل مكانه اهل العلم من من طريقه والنظر اليهم والاخذ بكلامهم فيمكن ان يؤثر عليه يأخذ كلامه من الإنترنت، يأخذ كلامه من مثلاً من من جاره، من صاحبه، من شخص آخر، ربما لا يكون عنده مثلاً علم أو اطلاع يقع في يده كتاب أو منشور أو غيره من المليء بالمغالطات أو ربما حتى كلام أهل العلم الثقات، لا. يأخذ كتاباً ثم لا يفهم ما فيه من معلومات أو لا يعني يستطيع الوصول إلى الحق الذي فيه، لا. لأنه المسألة الواحدة مثلاً قد تناقش في كتاب عقدي في كتاب فقهي، في كتاب سياسة شرعية نعم. فربما هو أخذ مثلا كتابا عقديا واطلع على هذه المسألة فيأخذها من ناحية عقدية فقط نعم. بينما هي لها تطبيقاتها الشرعية والسياسية وغيرها اسمح لنا دكتور بفاصل قصير ثم تستكمل هذه النقطة المهمة نعم. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود لاستكمال موضوع الوسطية مع الدكتور عماد الدين خيتي مرحبا بكم دكتور حياكم الله وسهلا دكتور كنا نتكلم قبل الفاصل أريد أن أسأل سؤال هل يعني انتشار الفسوق انتشار الميوعة في الدين انتشار الانحراف عن تعاليم الدين يعني هل هذا ولد ردة فعل لانتشار الفكر الغلو فكر التشدد يعني إذا أردنا أن ننظر إلى فكر الغلو طبعا الغلو له اسباب عديده وكثيره مم. اذا ركزنا على الغلو المعاصر من اسباب انتشار الغلو من اسباب استفزازه وظهوره للسطح هو فعلا ما يعني يمكن ان يكون في المجتمعات من يعني التخلف عن الشعائر الدينيه مظاهر فسوق مظاهر ابتعاد عن الدين تحلل من الدين هي من العوامل المساعده على وجود رده فعل نعم مم. لذلك نحن نركز على قضيه مفهوم الوسطيه مم. انه قد يفهم بعض الناس احيانا مفهوم الوسطيه بانه تحلل من الدين او تخلي عن الدين آه فعلا يفهم. هذا رائج ترى نعم. هذا الفكر انه وسطيه الدين يسر كذا فكل شيء حلال يسر الدين سماحه الدين يعني ما في تعقيد ما في تشدد نقول نعم ليس فيه تعقيد ولا فيه وليس فيه تشدد الله سبحانه وتعالى أباح لنا كثير الطيبات وحرم علينا الخبائث في ديننا الإسلامي الله عز وجل وضع عنا الأسر والأغلال التي كانت على الأقوام السابقة هذه ملامح الدين ملامح الدين في العبادة مثلا أداء العباد على قدر الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم صل قائما فإن لم تستطع فقائما الصيام إن لم تستطع فإطعام مثلا أو يعني بديل عنه بالنسبه للحج حتى في باب السياسه الشرعيه الواجب اقامه شرع الله سبحانه وتعالى على قدر الوسع والاستطاعه ان لم استطع فانني اقيم ما استطيعه في كل ابواب الدين سواء كانت في العقديه في السياسيه في الاجتماعيه ممكن دكتور ناخذ مثال مثلا عن الموضوع العقيده ما هي الوسطيه في العقيده؟ ال 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 الوسطيه في العقيده هي الا يكون بين الانسان وربه اي واسطه وانما من العبد الى الله سبحانه وتعالى مباشره لا يكون بيني وبينه وسيط لا نبي ولا عبد من عباده ولا ملائكة ولا رجل صالح، وإنما أن أكون عبدا لله عز وجل بشكل مباشر، هذه هي وسطية العقيدة، وسطية العقيدة تتمثل في سهولة التعاليم قل هو الله احد اعبد الله سبحانه وتعالى وانتهى الموضوع <applause> آه اذا آه سألت فاسأل الله اذا توكلت اذا اعتمدت توكل على الله سبحانه وتعالى ويعني يعني تعليمات بسيطة تعليمات <applause> ليس فيها تعقيد، ليس فيها فلسفه، ليس فيها آه يعني آه ما هو موجود في الاديان الاخرى. آه اديان مثلا تعبد غير الله عز وجل، اديان موغله في الخرافه وفي يعني آه في الاساطير وغيرها، ديننا حتى في الامور الغيبيه آه ليس فيه كل هذه التعقيدات وليس فيها هذه الخرافات، وانما عقيده تتماشى مع فطره الانسان ومع عقل ومع عقله بالنسبه للعبادات دكتور يعني ممكن ناخذ مثال عن الوسطيه أه مثل ما ضربت مثال يعني مثلا باداء الصلاه صلي قائما فلم تستطع فقاعدا أه كنت مسافر اجمع الصلاه مثلا واقصرها أه كنت مسافرا افطر أه مثلا بالنسبه للحج لا يعني لا يجب الحج الا مع الاستطاعه مع بقيه الشروط وغير ذلك من جميع انواع العبادات بالنسبه لاستقبال القبله، بالنسبه للوضوء لم استطع الوضوء لسبب او لاخر اتيمم. يعني اليسر والرخص. الرخص نعم وهذه كلها رخص من عند الله عز وجل. ممكن ناخذ دكتور بالنسبه للمعاملات؟ المعاملات الله سبحانه وتعالى اباح لنا كل ما في الارض، جعل ما في الارض حلالا طيبا، نعم. كل ما فيها. الاصل ولذلك يقول الفقهاء ان الاصل في المعاملات في الاسلام هو الاباحه. مهما اردت ان تنشئ من عقود، من معاملات اقتصاديه، من معاملات انظمه، قوانين آه، للبلد، للسياسه، للاجتماع، لغيرها، هذا كله مباح. عندنا باب صغير في المحرمات هذا لا تفعله. مثلا آه، اذا اخذنا المعاملات الاقتصاديه، عدم الربا، عدم الغش، عدم الغبن، قواعد عامه. آه، ثم بعد ذلك ما اردت من معاملات مباحه. فالاصل فيها الاباحه. الاصل فيها الاباحه. جميل. مثلا كذلك في يعني المعاملات الاجتماعية, الاجتماعية <applause> حبذا يعني الحياة العادية غير موضوع المعاملات عبادات عقيدة الحياة العادية يوجد فيها أيضا وسطية وغلو يوجد فيها وسطية يعني إذا أخذنا مثلا قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما الشخص آه، 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 يعني الذي حتى في الحب يوجد وسطية <applause> نعم يعني <applause> الاندفاع وراء شخص والتعلق <applause> به و آه، يعني بشكل مبالغ آه، هذا مذموم لأنه قد يتحول هذا الشخص في يوم من الأيام م -م. لعدوه طبعا هذا في عام في حال عدم الثقة وعدم المعرفة النصيحة يوجد دكتور الموضوع الخصومة الشدة بالخصومة <applause> <الخصومة تصفيق> والفجور في الخصومة لذلك كان من علامة المنافق هي الفجور في الخصومة إذا خاصمت شخصا فلأعدل في التعامل معه أعدل في بغضه. من العدل والوسطيه أن أثني ما عليه من صفات حسنة وأشكر ما فيه من صفات يعني طيبة. من الوسطيه في التعامل معه ألا أظلمه. بعض الناس إذا أبغض شخصاً فإنه يرد له الإساءة ويزيد عليها. مثلاً قول الخليفة الراشد كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلاً هذه إضاءات يعني نعم زر غباً تزدد حباً. الشخص <applause> الذي تحبه كذلك يعني الوسطيه في الاعتزال وفي الاجتماع جميل. انه شخص احبه كل يومين ثلاثه ازوره كل يومين امر عليه كل يومين اتي لمحله لبيته اجلس معه هذه فيها اثقال لا. لا. كذلك اعتزال الناس بعض الناس يعني يقول اذا وجد مثلا حياه غير مريحه او كذا يقول هلك الناس الناس, الناس ما فيهم خير يعتزل ويجلس في بيتي كذلك هذه مذمومه لا بد أن أوازن لا أكون يعني كثير الاختلاط بحيث يؤثر على أهلي مثلا وعلاقتي بزوجتي وأبنائي وتعاملي مع والدي نعم. وكذلك لا يكون عندي وقت مثلا لقراءتي للطلاع لأداء عبادتي نعم. ولا حتى أكون السلوك كذلك اليومي نعم سبحان الله ولا من. أكون كذلك معتزل عن الناس بشكل نعم. آه كبير ويعني لا أخالطهم وكما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن من لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. جميل دكتور البعد عن الفكر الوسطي، أليس أثر من آثاره انتشار التبديع والتفسيق والتكفير هذا تجلي من تجليات الابتعاد عن الوسطية؟ نعم بالتأكيد. يعني الـ الـ عندما في باب العقيده مثلا هذه عندما اعرف وحتى باب العقيده وباب يعني الفقه والسياسه الشرعيه عندما اعرف الحكم نفسه هل هو حكم مثلا جائز ولا محرم ولا بدعه مثلا ولا كبيره من كبائر الذنوب هذا اذا اذا طبقت عليه الحكم الصحيح فاني اكون بذلك وسطيا اما اذا جئت لمساله من المسائل واعطيتها حكم ليس حكما لها. مثلا مساله مباحه لنفرض الان مثلا التعامل مع الكفار، التواصل معهم، الاجتماع معهم، طبعا بضوابط وليس اي شيء. اذا اذا جعلت مثلا هذه الامور وهي الان تعتبر من الامور التي يكفر بها الناس ويبدعون بها عند الغلاة. إذا عرفت أن هذه الأمور هي من باب السياسة الشرعية وأنها جائزة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع الكفار وكان يجلس معهم وكان يعقد معهم المعاهدات مه. وفي معاهداته كان يتنازل عن بعض الأمور أو كان يعني يكون هناك أحيانا شروط قاسية على المسلمين لا. هذه ليست من باب الخيانة ليست من باب الغدر ليست مه. من باب موالاة الكفار مه. إذا عرفت هذا الحكم الشرعي فإنني أستطيع إعطاء الحكم الشرعي الصحيح مه. أما إذا أه لم أستطع يعني التوصل إليه بحكم شرعي صحيح فسأفسق سأبدع سأكفر بناء على أمور هي إما مباحة أو أقصى ما فيها قد تكون محرمة مم. يعني أحيانا بعض الأمور ينظر إليها على أنها كفر أو بدعة وهي لا تكون لا كفرة بدعة وإنما تكون دائرة ما بين الإباحة أو حتى أقصى حكم فيها التحريم فمعرفة الحكم الشرعي الصحيح يؤدي إلى الحكم العقدي الصحيح مم. دكتور القمع السياسي الحركات الإسلامية أليس السبب من أسباب انتشاء الابتعاد عن الوسطية؟ يعني كثير من الحركات وسطية هادئة يعني تعتمد التدرج والهدوء لكن القمع هذه الحركات أليس سببا ل هذا من أعظم الأسباب إذا رجعنا إلى بدايات الغلو المحاصر أو أحد بداياته بشكل يعني أدق في مصر في القرن الماضي في بدايات أو منتصف القرن الماضي كان أكثر الـ الـ أو هناك ظهر الغلو وجماعة التكفير والهجرة وجماعة شكر المصطفى وغيرها وكذا نجد أنها نشأت من السجون يعني من كثر ما مورس عليهم من القتل والتعذيب وغيرها نشأ فكر الغلو طبعا هو ليس تبريرا لهؤلاء الغلاة وليس تسويغا لهم لكن أحيانا الضغوط التي يعني يوضع فيها الشعب يوضع فيها بعض الشباب يوضع فيها أحيانا تيار عام جماعه اسلاميه في مكان معين مثلا حضرت اعلنت انها محظوره لم تمارس عملها اذا ستضطر الى اخفاء عملها ستضطر الى يعني الابتعاد عن الساحه الملاحقات البوليسيه او غيرها ستعطي رده فعل هذه ردات الفعل مع الزمن ستكون ردات فعل سلوكية ثم بعد ذلك تتحول إلى عقدية مع الزمن. <applause> يعني الشباب الشاب المتحمس حينما يجد أنه يسلك الطريق الوسطي المعتدل أنه يقمع. يقول لا يوجد حل إلا السلاح وإلا التطرف و... نعم، وبعد فترة سيأتي ويقول أنه ما يكره هؤلاء هؤلاء يكرهون الإسلام بيبق... لأنهم كفار. هؤلاء <applause> فعلوا كذا إذا كافر. بدأوا بتكفير الحكام ثم نزلوا ثم أصبح تكفير الشرطي أو العسكري الصغير ثم بعد ذلك بما أنه المخالف إذا لم توافقني على فكري فأنت موالي له أنت عميل له أنت كذا فبدأ التكفير ب يعني بقية مؤسسات الدولة أهل العلم وغيرهم كذا فمن هنا يعني أحد أسباب الغلو فعلًا بالضبط هو حالة الضغط التي تمارس عليهم لذلك أحيانًا يكون هناك من الأنظمة سواء كانت العربية أو غيرها يكون هناك استثمار للغلو يعني استثمار للغلو استثمار للغلو يكون عندي مثلا يعني هم يدعون انهم يقمعون الغلو ان ارادوا قمعه حقيقه فبغير هذه الطريقه التي يحارب بها ممكن تبين لنا ما معنى يعني استثمار الغلو هذا نعم موضوع خطير يعني اعلق على المساله اللي هي يحاربون بها مثلا يعني لنفرض مثلا الان الطلعات الجويه التي تقال انها تقصف تنظيم الدوله تنظيم داعش نعم نعم يعني هم بلسانهم يقولون انه أربع، ثلاث طلعات من كل أربع طلعات ترجع دون أن تفرغ حمولتها هذا رقم واحد رقم اثنين النظام ما هو السبب يعني؟ يعني هو عدم رغبة في القضاء على هذا التنظيم آه، نعم، نعم. وإنما استثماره كيف استثماره؟ إذا جئنا مثلاً للدول مثلاً التنظ... العالمية في الوقت الحالي أفضل من يحارب أهل السنة هو هذا التنظيم اللي يعتقد ان هؤلاء مثلا المجاهدين الفصائل آه القوى المعارضه كلها يعتبرها انها فصائل مرتده وانها جهات مرتده وكافره وقتالها اوجب من قتال آه نظام الاسد. ف <applause> يعني اذا 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 نظرنا من هذه النظره النظام العالمي يعتقد أن هؤلاء يعتقدون ان قتال المجاهدين اولى من قتال نظام الاسد، طيب انا لماذا اقضي عليهم؟ صحيح. أفضل من يقضي على هذه الثورة هم هؤلاء صحيح. فلذلك يمكن أن يستثمر فيهم إما بتركهم يعملون بعدم قصفهم، عدم حربهم بشكل صحيح أو أحيانا كما نرى مثلا مسرحية استيلائهم على الموصل الانسحابات النظام من بعض المناطق التي أخذوا فيها أسلحة أو مناطق استراتيجية ثم بعد ذلك اتركهم هم سيعملون بمقتضى عقيدتهم اللي هي مقاتله المجاهدين. استثمار احيانا يكون في في بلدانهم هم حركه معينه، طبعا ليس المقصود الاستثمار هو العماله المباشره قد يكون افساح المجال. لكن هناك ضد الطرف. دكتور آه يعني هناك كثير من كثير من الاراء تقول هم مخترقون وقياداتهم بعثيه والنظام اخترقهم. هذا هذا فيها فيها مقدار كبير من الصحه لكن يعني النصف التنظيم كله مثلا طبعا التنظيم ليس هو فقط تنظيم داعش وانما نحن نتكلم عن الغلو عبر خمسين او ستين سنه نعم. مثلا التنظيمات الغالية التي ظهرت في مصر التنظيمات الغالية الجماعة الإسلامية المسلحة اللي هي الجية مثلا ظهرت في الجزائر هذه التنظيمات ثبت فيما بعد أنها مخترقة نعم. هي تخترق وتوجه وفي نفس الوقت يفسح لها المجال افصح لها المجال وتعمل افاعيلها. اذا كان احد الانظمه مثلا نفرض انه بعض الانظمه العربيه وبعض من اطيح بها كتونس ولا غيره يعني عندما عندما تريد ان تستاصل حركه اسلاميه وعندما تريد ان يعني تنهي وجودها وتوجد المبرر القانوني والاعلامي امام الناس بامكانك ان تدعم أو تفسح المجال أمام بعض الشخصيات المعينة مه. لكي تقوم بعمليات مثلا أو تصدر فتاوى أو غيرها، مه. ثم بعد ذلك تقضي على الجميع بحجة هؤلاء. مه. هؤلاء قد يكون يعني يستعملونهم ثم يقضون عليهم. يقضون عليهم ويقضون على غيرهم. على طبعًا. طبعا. هم هم مقضي عليهم مقضي عليهم، يعني هذه التنظيمات مآلها للزوال، مه. لكن المصيبة أنه أحيانا قد يعني تستثمر استثمار طويل الأمد، يعني تبدأ تتنقل من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان حتى يقضى على الحركات السنية أو على الحركات الشعبية الوطنية التي فيها فتستثمر بهذه الطريقة إما بالاختراق وإما بالتسيير وإما حتى ب احيانا بترك المجال لها دكتور بس بنهايه هذه الحلقه ارجو ان يعني تعطي كل شاب متحمس لدينه يريد ان يطبق دينه نصيحه قصيره بنصف دقيقه الشباب المتحمس الحماسه لدين الله عز وجل هذه دلاله على صحه الايمان باذن الله ودلاله م. على الخير م. ولنعرف انه كل انسان ميسر لما خلق له. اذا لم يتيسر لي الجهاد او القتال بـ بنفسي بسلاحي بقوتي ليس معناها انه الدنيا اغلقت ولم يعد هناك مجال للعمل، بل هناك عندي المجال الاعلامي، المجال الاغاثي، المجال الدعوي، هناك مجالات كثيره، مجال البناء في الداخل فليس الجهاد هو فقط وحده القتال وانما الجهاد جهاد حياه بشكل عام. الامر الاخر اذا اردت اذا اراد هذا الشاب ان يعني يعمل او يتصرف فلا يتصرف الا وفق مشوره اهل العلم ويستشيرهم وبذلك يكون على نور وبين باذن الله تعالى الله يجزيكم شكرا الله لكم تحت هذه الفرصه دكتور امام حياكم الله وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته